بعد فترة انقطاع يراها البعض أنها طويلة عاد الناطق باسم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني في مؤتمره الصحفي حامل الموضوع ثقة بن عمر، والتي وصفها بأنها استفزت الكثير من رجال السياسة والأحزاب والتنظيمات والصحافة بشكل عام، حيث رأى أن هذه الوثيقة تعد مخالفة صريحة لما نصت عليه المبادرة الخليجية والتي تعتبر عمادا لنقل السلطة في اليمن. بالتأكيد هذه الورقة أثارت ضجة، نحن كنا في غنى عن أن نكتب الورقة بهذه الصيغة، لأن الصيغة تتجاهل الواقع في الشمال وتتجاهل الواقع أيضا، تجهل الواقع في الجنوب، وتجهل إنها بهذه القضايا التي طرحتها للجنوبيين سوف تثير الكراهية والأحقاد عند الشماليين. الجندي وضح في مؤتمره الصحفي أن وثيقة بن عمر ستزيد الأوضاع السياسية في اليمن لهيبا لوقوفها إلى جانب صف فئة من المجتمع اليمني وإهمالها للبقية، مؤكدا أن مؤتمر الحوار لم يعقد لهذا الغرض وإنما أسس للخروج بحلول ترضي جميع اليمنيين وتوصلهم إلى بر الأمان في دولة تتساوى فيها الحقوق والواجبات. الناطق الرسمي أكد رفض المؤتمر الشعبي العام للتوقيع على هذه المبادرة، مضيفا إلى أن الإرياني لا يمثل إلا نفسه ولا يمثل المؤتمر، كما بيّن الجندي رؤية المؤتمر حول رفض التوقيع حفاظا على وحدة اليمن من خلال ما قدمه من رؤية مبنية على عدد السكان والمساحة الجغرافية. نحن في المؤتمر الشعبي قد تجاوزنا هذه النقطة، قد طرحنا بأنه نعمل تقسيم على أساس الجغرافيا والسكان حتى في مجلس النواب، لأننا حريصين على الجنوبيين وأن نعطيهم حق دائم، مش قال لك اعطيهم لمرة واحدة. طيب يا أخي اعطيهم لمرة واحدة وبعدين ارجع عمل لي أزمة ثانية وانفصل من جديد. الجندي بيّن رؤية المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني حول رفض توقيع الاتفاقية، واستعرض رؤى أحزاب وطوائف أخرى رفضت هي الأخرى التوقيع، كان أبرزها التنظيم الوحدوي الناصري والحزب الاشتراكي اليمني وموقف جماعة أنصار الله وبعض من الشخصيات في المجتمع. كما استنكر الجندي ما نقله جمال بن عمر للمجتمع الدولي عن توقيع هذه الوثيقة من قبل القوى السياسية وتوافقها عليها، واعتبره مضللا للمجتمع الدولي. إلا على جمال بن عمر عندما يعقد مؤتمر صحفي قال كل الأحزاب وافقت، كل الأحزاب. يا أخي أنت ضلل المجتمع الدولي، والآن بان كي مون يرحب وتركيا ترحب، تركيا لأنه الإصلاح وقعوا الوثيقة رحبت. الجندي استعرض دور الزعيم علي عبد الله صالح في الأيام الأخيرة الماضية، والذي بذل فيها جهودا مكثفة للتواصل مع عدد كبير من الشخصيات السياسية والاجتماعية في المحافظات الجنوبية لحل القضية، واتصال الزعيم بالرئيس المصري المؤقت، والذي أكد فيه وقوف المؤتمر الشعبي العام إلى جانب خارطة المستقبل. كما استعرض الجندي أهم المشكلات التي تواجه البلاد كإيقاف المخصصات المالية وإغلاق الموانئ الجوية، كما أشاد بدور قيادات الهيئة العليا لمكافحة الفساد السابقة والحالية، واستنكر عمليات التعيين والتوظيف على أساس مناصرة الثورة، كما تم التطرق إلى الاغتيالات التي تستهدف القيادات والواجهات المؤتمرية. محمد الصار، اليمن اليوم، صنعاء.